الآن إذا هناك جار مؤذي لي وأنا أدعو عليه، يعني كلما فعل فعلة أدعو عليه لأن الأمر طال، فهل هذا يعني صحيح أو غير صحيح أو ما حكمه؟ قال الله سبحانه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم يجوز له أن يظهر بالسوء من القول. وما صورة الجهر بالسوء من القول؟ صورتان: الأولى التشهير بمن ظلم، الثانية الدعاء على من ظلم.